أتيت من أرض الله الواسعة، تضيق الأرض عندنا على ساعتها. فمن أين أتيت؟ من الموصل. من الموصل. إذا موصلي أنت. يعجبني ذكاؤك. لو لم أكن ذكيا لما كنت صاحب الشرطي. أنت صاحب الشرط؟ مظهر المرء يفصح. والله ما أفصح مظهرك عن وظيفتك. في بدء الأمر ظننتك جبيرا العامري. من يكون جبير هذا؟ مخبولا يرتاد أزقة الموصل. صعب الأمر عليك إذن. ما أنت فاعل؟ أراقب الأرض أسفل معجتك. هل ستنشق الأرض فتبتلعها؟ اسمع، حاول ألا تبر معجتك على الأرض وإلا غرمناك. اطمئن، سوف أعلمه هذا الأمر. هل فهمت؟ أحسنتما. نعجة للبيع. نعجة للبيع. نعجة للبيع. السلام عليكم. وعليك السلام. ألا تدلني إلى نزل أرتح فيه من عناء سفري؟ إلانا غريب عن هذه الديار على ما يبدو. من أين قدمت؟ من البصرة. وأنت؟ من الموصل. وماذا تفعل هنا؟ أحاول أن أبيع هذه النعجة. لعلك لم توفق في بيعها. نعم، حاولت ساعات فلم أفلح. إنهم يدفعون إلي ثمنا بخسا، خاصة هذا الشواء اللئيم. ولا تبخس الناس أشياءهم. ما شاء الله، إنها تحاكي جملا سمينا. قسما ما قر عيني وأفرح قلبي سواك. قل لي، ما حاجتك إلى هذه السوق؟ امرؤ يبحث عن تجارة. هان الأمر إذن. لما لا تشتري هذه النعجة؟ لن أكون مبالغا إذا قلت إنني أبحث عنها منذ زمن. اتفقنا، ساقك الحظ إلي. ما بك تهتزك قصبة في مهب الريح؟ أبحث عن شخص اختفى بنعجتي. هذه جريمتك. ويحك يا رجل، أقول لك اختفت نعجتي فتبحث عن عفطة؟ عم أبحث إذن؟ عم أبحث. تبحث عن الذي أخذ النعجة بما أنك صاحب الشرط. لكنني وجدت ما يخالف القانون. عجبا والله، قانون يتخلى عن نعجة ويتعلق ببعرة. أي قانون هذا؟ القانون الذي يمنع المواشي من أن تضع روثها في الساح. ليتها أبعرت عليك فأرحتني. كأنك قلت شيئا. ها، ها.
نعجة ستقتلني. لن أفلت عنقك حتى تنبئني عن أمر نعجتي. نعجتك بألف خير، اطمئن. أين؟ بعتها. أين المال؟ المال معي، أرني. هاهو هاهو موجود. اقعد اقعد. كم تريد الثمن لنعجتك؟ 4 دراهم. وهذه 5. هذه 5. أعلم ذلك، لكني طلبت 4. أضفت إليها درهما خامسا، ألا يفرحك ذلك؟ بل أكاد أطير من الفرح. أتود شيئا آخر؟ بالطبع، لن أدعك ترحل قبل أن تحل لي لغز هذا الدرهم. اسمع يا جنادة، لي صاحب يسكن قرب عيني ماء، ثراؤه فاحش ورغبته في أكل الضأن لا توصف، وإن طلبت منه ثمن النعجة الواحدة 6 دراهم لما أبى أو تخلف. 6 دراهم ثمن النعجة الواحدة؟ إن أردت أن تبيعه نعاجا في المرة القادمة فلا تتأخر. إن كان الأمر كذلك فسأتيه بقطيع من الغنم. سيزداد فرحه تأكيدا. انتبه، إنني أروم مساعدتك ليس إلا. جزاك الله خيرا، استودعك الله. لا تخافي، انني جنادة. عرفتك ورب الكعبة. وكيف عرفتني؟ عرفتك من مشيتك. مشيتي؟ ما بها؟ تشبه مشية رجلا خائب. هذا الذي حدث يا دلهم حدثتك به مفصلا. وما الذي يبغيه هذا الرجل؟ ثمن الشاة 3 فيعطيك 5. ربما أحزنه شكلي وقيافتي وأنا أقف وسط السوق، عراني التعب وعضني الجوع وأجهدني العطش، غلبني النعاس. ما بك؟ ألا تود النوم؟ لقد انتصف الليل. طار النعاس من عيني. لابد لي أن أفكر في تجارة جديدة. أية تجارة تعني؟ تجارة الغنم في سوق الكرخ. ومتى كنت تاجرا؟ ألا تخشى كسادها؟ كيف أخشى وفي السوق رجل ينتظرني؟ تعني مغيثا؟ سيهبني ثمن الشاة الواحدة 6 دراهم في وقت تباع به 3. لست مطمئنة إلى هذا الأمر، أخاف عليك منه. تخافين، تخافين على الرغم مما رويته لك. الذئاب كثر وأنت حمل وديع. كنت أشك في أنك حمقاء، ولكنني الآن تأكد. انهض يا ولدي، الحمد لله أنك لم تسمع شيئا مما قاله والدك. هل شبعت؟ الحمد لله. الحمد لله. قل لي يا منقد، لمن كان شوقك أكبر، لأبيك أو لأدم القصعة؟ أتغضب مني يا والدي؟ قل. لأدم القصعة طبعا. ويحك، تفضل القصعة علي؟ أنا أبوك. أمزح معك يا والدي؟ تمزح معي. أعلم، هذا ما علمتك إياه أمك. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ننتظر صاحبك. لابد وأنه في داره. في داره؟ نذهب إليه بالغنم إذن. يا لغبائك، إذا أردت أن تبيع غنمك بأقل من 3 دراهم فاذهب إليه. وما العمل وقد أتيت بالغنم من الموصل؟ أسوق إليه الغنم بنفسي. وما الفارق بيننا؟ الفرق كبير يا صاحبي، أنا صديقه وأنت لست كذلك، والصديق لصديقه،
لذلك أستطيع أن أبيعه بقدر ما أشاء. ما الفائدة التي تجنيها من كل هذا؟ ها؟ أخدم صديقين. لست صديقك كما تدعي. ستصير صديقي عندما تتم الصفقة. كيف ذلك؟ ألا تهب لي نصف درهم من الدراهم الستة؟ نصف درهم؟ طبعا طبعا أوافق. على بركة الله إذن. على بركة الله إذن. هذه العصا، سقي الغنم بها حتى إذا أتممت البيع أعدها إلي لأجل الصفقة التالية. خذ هذه واستعن بها على حر الشمس. وها أنا هنا أنتظرك، عجل ولا تبطئ. ها؟ نم واسترح، سأعود إليك إن شاء الله. إن شاء الله. عيس عيس عيس. أجمل أن ينام الإنسان خالي الوفاض ثم يستيقظ وقد امتلأت جيبه بالدراهم. لن يتسرب القلق إلي كما في المرة السابقة، سيعود بالدراهم الكثيرة. ربما استضافه ذلك الثري وأطعمه أدمه. أدم الأثرياء عجيب، لا يقوى المرء على تركه ولو أدخمت معدته وألمته أطراسه وأنيابه. ما تفعلين يا أمه؟ أهيئ الموقد لأدم قادم. ومتى يكون الأدم؟ عندما يصل والدك محملا بالأكياس والسلال. أراك تتكلمين بلغة الجمع. طبعا، عندما تتحول الشاة إلى 10 والدرهم إلى 30. الآن فهمت. يا مغيث مغيث يا مغيث مغيث، أين أنت يا ابن السوء؟ تبا لأبيك حين سماك مغيثا، وتبا لأمك حين نادتك مغيثا، وتبا لي حين آمنت بك مغيثا.